السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناة ديال سلمى براني اوفيسيال. حبابي حباباتي في الله، اليوم فضيحة جديدة جدا يا لطيف. مازال ما ساليناش من الفضيحة والعاقة ديال بنت بوكريشة مع الام ديالها، دابا جات فضيحة جديدة حبابي. مهم غنخليكم مع الفيديو وتسمعوا بودنيكم يا لطيف. فضيحة كبيرة 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 بزاف، هادشي راه كتر. المهم حبايبي انا غنخليكم مع الصوت والصورة ديال هاد العاقة الثانية ولا ما نعرف انا. المهم حبايبي شنقول لكم، اللي غيمر بالصدفة يضغط على الزر الاحمر والجرس باش توصلوا بكل جديد كنزلوا على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا. طبعا حبايبي ما تنسونيش بداك اللايك الجميل ديالكم، الله يجعلها لكم في ميزان الحسنات، والله يعطيكم ما تمنيتو، يا ربي يحقق لكم كل ما تمنيتو ويرزقكم الذريه الصالحه يا ربي، لان هادشي ولا كيخلع. خليكم حبايبي مع الفيديو، انا نقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد. انا قلت كل شيء صافي، ولاني مصاب ولاني شي دليل، اولا ولدك داير كرش، ولدك داير كرش، شنو اقترفي بالذريه؟ انا تقول قلتها لك بلا قلت كنخرج فيديو، هضرتي كدير فيديو انت تموت على الفلوس، قلت لك غنخرج فيديو غادي نقول لهم انا اعترفت باللهب. نسمعكم دابا الاوديو ديال البنت، البنت باقا تتبكي، والدتها تيصلخو في عصا محملها وقال لها سيري بحالك. ورشيده قالت لي ديما غنسخط ربي، انايا هي ديما نفس الحاجه. نسيم محمل وحده، نسيم اللي تيقول لها قولي هضري، هذاك انت مشيش راسك، هي الشماته، انت براسك ماشي راجل، انت ماشي راجل. انا ما مولات العقل، هي اللي جبدات العيب، انا غنعرف ليها صافي، حيت انا بنت خرجت تقول داك الشيء. دونك باغا البوز، باغا الفلوس، ديك السيده باغا الفلوس، باغا الفلوس، باغا الفلوس. رشيده كتموت على الفلوس، عندكم صحاب لكم ديك رشيده المسكينه اللي كتبان ليكم، رشيده كتفلع ليكم وكدير على ظهركم الفلوس، تدير على ظهركم 30 الملايين في السيمانه وانتم حالين فمكم. رشيده مسكينه، انا اللي تنعرف هذيك ما مسكيناش، راه انتم اللي مساكن، هذيك راه كتاكل على ظهركم الزبابل الفلوس، وانتم رشيده زوينه متواضعه، راه تشوفوا ملي كيجي حد يسلم عليك الدور وجاكي كدات خنزر. رشيده كتموت على الفلوس، رشيده عاشت حياتها في الفقر، ملي جاو الفلوس حست بشي حاجه. رشيده تدير على ظهركم الفلوس، وما لقات ما تهضر قالت لك راجلي نصاب، ودابا خارجه بفيديو. ماشي ماما، ما عنديش ام، انا امي هي اللي رباتني، هي جداتي، راه هضرات معايا وسمعت ليها، ولا هي والو. رشيده تتموت على الفلوس. رشيدة تتموت على الفلوس، ماشي امي، ماشي امي ديك السيدة، ماشي امي، من صغري وانا عايشة الحقرة من عندها، ماشي امي هادي، ماشي بوز، هي اللي باغا البوز، هي اللي باغا البوز، هي اللي تتموت على الفلوس. نايضة كتهضر في بنتها على ود الفلوس، حيت قلت لكم راه على ظهركم كتاكل الزباب والفلوس وانتوما مسكينة، مسكينة رشيدة، واش كاينة شي وحدة من الضرورة مريضة؟ شو انا حالتي كي دايرة؟ شوفوا كي عامرة بالتراب ونايضة ومعكرة. لا حول ولا قوة إلا بالله حبابي، انتم ما كتسمعوا كيفاش ردت على الأم ديالها كتقول هذيك ماشي أمي. فاش نقول لكم راه ما بقى ما يعجب، راه مهما الزنزال وشتا ما بقاتش كطيح، لان الحرام كتر وولاد الزينه كتروا وبنات العاقات والعاقات والعاقين كتروا. ولا اله الا الله، مع السلامه.